من غزة. ينضم إلينا السيد محمود بصل المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني في القطاع. سيد محمود أهلا وسهلا بك. الدكتور أشرف القدرة كان معنا قبل قليل وقال إنه لم يتم الإعلان أو الإبلاغ بأي إصابات ناتجة عن هذا القصف، ماذا لديكم أنتم؟ حقيقة أسعد الله مساك ومساء المشاهدين. حقيقة منذ يعني عدة ساعات من الآن والطيران الإسرائيلي والمروحيات الإسرائيلية تقوم باستهداف بعض الأراضي الزراعية في منطقة قطاع غزة. طبعا العدد كبير من العمليات الإجرامية التي قامت فيها الطائرات الإسرائيلية منذ تقريبا ساعتين من الآن، وهي يعني تقوم بإلقاء القنابل وإلقاء الصواريخ على الأراضي الزراعية وعلى يعني المنازل بعض المواطنين في قطاع غزة. يعني قبل تقريبا ساعة من الآن نتيجة قصف أرض زراعية تم انهيار منزل داخل منطقة الشجاعية في قطاع غزة، يعني ولولا تدخل رعاية الرحمن لكان هناك عدد من الشهداء والإصابات في هذا المنزل، لكن يعني انهيار جزئي لهذا المنزل ولم يسجل أي إصابات. حقيقة نحن في الدفاع المدني حتى هذه اللحظة يعني لم نتعامل مع أي عملية استهداف لأي منزل حتى هذه اللحظة، لكن نحن نقول كدفاع مدني متواجدون في الميدان نتابع الحالة حالة الأجواء أول بأول. لكن هناك هناك إبلاغ بمنزل سقط بالفعل جراء هذا القصف في حي الشجاعية. صحيح صحيح. نعم. قبل ساعة من الآن نتيجة استهداف أرض زراعية مجاورة لهذا المنزل انهار هذا المنزل ولم يسجل إصابات حتى هذه. كان خاليا من السكان سيد بصل ولا تم التعامل على الأقل من جانب السكان بشكل ذاتي عند سقوط المنزل؟ صحيح كان هناك كان سكان متواجدين. نعم. داخل هذا المنزل، لكن يعني تعاملوا مع هذا الاستهداف وخرجوا من المنزل على الفور ولم يسجل أي إصابات حتى هذه اللحظة جراء كل الاستهدافات التي تمت على قطاع غزة منذ ساعتين حتى هذه اللحظة. من بين أشكال التنفس الاقتصادي المحدود للغاية في قطاع غزة هو ما ينتجه القطاع من حاصلات زراعية، استهداف مساحات من الأراضي الزراعية في القطاع، حجم الدمار الذي يخلفه فيما بعد ذلك وتأثير على ما ينتجه القطاع من مزروعات. والاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة التي يقوم فيها دائما على الدوام وعلى يعني جراء الحروب التي قام فيها على قطاع غزة يستهدف كميات كبيرة وأراضي واسعة من القطاع بالقنابل الثقيلة والقنابل الكبيرة التي يعني تؤثر على التربة داخل الأراضي المتواجدة في قطاع غزة. وهذا طبعا هذه سياسة احتلال إجرامي، يعني هو لا يكتفي بالأراضي الزراعية فله يعني تاريخ طويل من الإجرام، حرب 21 وحرب 22 أكبر دليل على إجرام هذا العدو الإسرائيلي. يعني في حرب 21 يعني كانت القنابل تلقى على المواطنين على رؤوس الساكنين بالأبراج والعمارات السكنية وعدد كبير من الشهداء خلفت هذه الحرب. هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. نحن كدفاع مدني في قطاع غزة يعني ندعو إلى ضرورة التدخل الفوري لمنع هذا الإجرام، لمنع هذه السياسة الإجرامية التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن قطاع غزة يعني هو يعاني، خصوصا يعيش حالة صعبة من الحصار، حالة صعبة حتى على مستوى الإمكانات والمعدات اللي موجودة في الدفاع المدني، هي معدات متواضعة جدا لا ترتقي يعني للتعامل مع حروب ولا ترتقي للتعامل مع حتى أحداث يعني لو كانت أسبوعية، لو كانت يعني جولة صراع كانت على مدار أسبوع، فالواقع في قطاع غزة لا يحتمل، لذلك لابد من لجم هذا الاحتلال ومنع جرائمه في قطاع غزة. محمود بصل المتحدث باسم جهاز وهيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، أشكرك شكرا جزيلا.